المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع إلى تقديم مزيد من التنازلات، والأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية. أهلا بكم. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس أطراف الصراع إلى تقديم التنازلات لإنهاء النزاع في البلاد، مضيفا بأن الهدنة الأممية وفتح مطار صنعاء تذكيرا بأهمية تقديم التنازلات وأثرها الإيجابي على حياة المدنيين، وأضاف أن التنازلات تسهم بالمزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على المواطنين ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتأسيس عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع، حيث تبذل الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهوداً لتنفيذ الهدنة التي استمرت 6 أشهر. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لدعم أكثر من 17 مليون شخص وفق خطتها للاستجابة الإنسانية لمساعدة المحتاجين خلال العام 2023، وأوضحت أن خطط الاستجابة الإنسانية ستدعم الأشخاص النازحين داخليا وأولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم والمهمشين وثلاث فئات من ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين. وأشارت الأمم المتحدة إلى استمرارية حالة النزوح والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام الأمن إن لم تكن هناك تسوية إنسانية شاملة. ويدخل الصراع اليمني عامه 9 ولا يزال الوضع الإنساني قاتما بحسب تقارير الأمم المتحدة. وفي سياق آخر، قال المركز الأمريكي للعدالة أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تجري أكبر عملية تقاعد قسري للموظفين الحكوميين في تاريخ البلاد الذين لم يستلموا رواتبهم منذ 7 أعوام، حيث أحالت الميليشيات أكثر من 13,000 من متسبي الداخلية والأمن إلى التقاعد القسري لتستبدلهم بموالين لهم، والتي اعتبرها المركز انتهاكا للدستور والقانون وللحقوق الاقتصادية للمتقاعدين دون مراعاة لوضعهم المعيشي وحقهم في العيش الكريم، مشيرا إلى أنها أعمال فرز وتصفية على أساس مذهبي وعرقي ومناطقي. وأدان المركز بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع الميليشيات، وطالب المركز الأمريكي بوقفها. وسبق أن تعرض ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية في العام 2017 و2021 إلى أكبر عملية تسريح قسري طالت أكثر من 130 ألف موظف. اهتمام عربي ودولي بآخر التطورات السياسية في بلادنا. والغيثي يقول أن مهمة تقارب القوى والأحزاب السياسية والمكونات الوطنية وتوحيد صفها تحت مظلة الشرعية تقع على عاتق هيئة التشاور والمصالحة. استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرمي في الرياض مع سفير دولة الإمارات لدى بلادنا محمد الزعابي آخر التطورات السياسية وموقف مجلس القيادة الرئاسي من الهدنة الأممية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي بأن سياسة المجلس الرئاسي هي الحفاظ والاهتمام بمصالح الوطن والمواطن في المحافظات المحررة، وهي أمانة لن نتخلى عنها مهما كان الثمن. من جانبه أكد السفير الإماراتي حرص بلاده على تعزيز العلاقة بين البلدين واستمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب في إحلال السلام الدائم والشامل المستند على المرجعيات المتفق عليها عربيا وإقليميا ودوليا، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لتجاوز كافة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وفي ذات السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالسفير التركي لدى اليمن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني. ووفقا لوكالة سبا الحكومية، ثمن العرادة التدخلات الإنسانية التركية ومساهمتها في الأعمال الإغاثية للتخفيف من حدة معاناة الشعب التي سببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأشار العرادة إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي في سبيل الدفع بالعملية السياسية ودعم الجهود الرامية لإيجاد سلام شامل وعادل في كل ربوع الوطن، مؤكدا استعداد مجلس القيادة تقديم تنازلات لإنجاح مساعي المبعوث الأممي،
متهما الميليشيات الحوثية بعدم تنفيذ التزاماتها واستمرار تصعيدها الميدانية في كافة المحافظات بحسب الوكالة. قال رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي أنه يقع على هيئة التشاور والمصالحة مهمة تقارب القوى والأحزاب السياسية والمكونات الوطنية وتوحيد صفها تحت مظلة الشرعية وصولا إلى إحلال السلام. وأضاف الغيثي في سلسلة تغريدات في صفحته على تويتر أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن عبر لجانها المختصة، ولا خيار أمام القوى السياسية الحية إلا النجاح، خاصة بعد وجود تعاون من قبل الجميع، داعيا الأشقاء في دول التحالف إلى مراجعة وضبط الخطاب الإعلامي والسياسي لبعض وسائل الإعلام وبعض الناشطين والكتاب البارزين عندهم، ومشددا على أن استمرار هذا التخبط الإعلامي دون موجهات دقيقة يسهم في إفشال جهود التماسك ووحدة الصف لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية. قال وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك أنه تحدث عبر الاتصال الهاتفي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السيد جابرييل حول التطورات الأخيرة في بلادنا. وأضاف بن مبارك خلال الاتصال الهاتفي أن المشاركة المستمرة والمثمرة للاتحاد الأوروبي لدعم الحل السلمي في بلادنا محل تقدير كبير من قبل المجلس الرئاسي والحكومة في عدن. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: بدعم إماراتي توقيع اتفاقية تعزيز المنظومة الأمنية في العاصمة عدن بأنظمة مراقبة حديثة. اختتام دورة تدريبية للإعلاميين بمنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت. الجمعة انطلاق منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس حضرموت. أهلا بكم من جديد. وقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي على اتفاقية بشأن تزويد العاصمة عدن بكاميرات مراقبة حديثة في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المنظومة الأمنية بالعاصمة. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس ومدير عام الشرطة والأمن اللواء مطهر الشعيبي تزويد الأجهزة الأمنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم تركيبها في شوارع وأحياء العاصمة عدن من أجل مراقبة الوضع الأمني ورصد الاختلالات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والأعمال الإرهابية. وعقب التوقيع ثمن محافظ العاصمة عدن جهود دولة الإمارات ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدا أهمية الاتفاقية في منع الجرائم والعمليات الإرهابية وتعزيز أمن واستقرار العاصمة. دشن بالعاصمة عدن اللقاء الخاص بمناقشة الورقة الاستشارية لتحديد أولويات النساء وتمكينهن لصنع القرار بمشاركة عدد من النساء للتعرف على كافة التحديات التي تواجه النساء وتعيق مشاركتهن السياسية. وخلال اللقاء أكد وكيل العاصمة عدن محمد شادلي أهمية اللقاء التشاوري وما يهدف إليه في دعم النساء وإشراكهن في المشاورات السياسية وصناعة السلام، لافتا بأن هناك العديد من النساء القادرات على تحقيق النجاح في العمل السياسي والمجتمعي. وخرج اللقاء بعدد من النقاط المهمة التي من شأنها تحديد مسار العمل المجتمعي للمرأة وأهمية إشراكها في صنع القرار وتصحيح العديد من المفاهيم المغايرة للواقع التي كانت تقوض حقوق المرأة وتنتقص من أهميتها في صناعة القرار وجعلها فاعلة في المجتمع. هناك ورقة استشارية ستناقش اليوم
تعطي نسب فعلية لتواجد المرأة في مواقع صنع القرار. طبيعي نحن ارتأينا بأنه لازلنا نعيش حالة من الحرب والنزاعات وكذا، لهذا قلت نسبة تواجد المرأة في كثير من الأماكن. حقيقة الأخ محمد نصر شادلي وكيل محافظة أو وكيل أول لمحافظة عدن أعطى في كلمته أمل كبير بأنه هناك في توجه بتفعيل دور المرأة وإصدار قرارات لتمكين المرأة في مواقع صنع القرار. والفترة الأولى كانت في تعيينات من الأخ المحافظ أحمد حامد الملاسلي كم عدد من النساء، هذا شيء يشرفنا. نحن كاتحاد كمجتمع مدني نعمل جاهدين لتوصيل أخواتنا النساء إلى مواقع صنع القرار. أقام مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن مسابقة فنية متنوعة لطلاب مدارس المحافظة ضمن فعاليات مهرجان شتاء عدن الثقافي الأول. وتضمنت المسابقة الفنية التي شارك فيها عدد من طلاب وطالبات مدارس عدن تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والإبداعية تحت إشراف فنانين من مستوى رفيع في العاصمة عدن. وأوضح وكيل وزارة الثقافة بعدن أن المسابقة تساهم أيضا في خلق العديد من الشراكات المجتمعية والثقافية والاجتماعية، وتهدف إلى إنعاش الدور الثقافي والفني بين مدارس عدن عبر إخراج إبداعات الطلاب ومواهبهم الفنية المختلفة وتعريفهم موروث عدن الحضاري والفني والثقافي والتراثي. أطلع المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي مدير مكتب وزارة الصحة الدكتور محمد الجمحي على سير العمل في المركز الصحي لمنتسبي الأجهزة الأمنية بإدارة الأمن العام. وأطاف العميد المنهالي والدكتور الجمحي بأقسام المركز متفقدان مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من منتسبي الأجهزة الأمنية، واستمع من مدير المستشفى إلى شرح مفصل عن أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل وفي مقدمتها احتياج المركز إلى بعض المعدات الطبية. وخلال الزيارة أكد الدكتور الجمحي على رفض المركز الصحي بعدد من الإمكانيات التي تساعده على تقديم رعاية صحية جيدة لضباط وجنود الأمن. اختتمت بمدينة المكلا الدورة التدريبية للإعلاميين بمنظمات المجتمع المدني حول دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات والكوارث. وفي ختام الدورة ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية دور الإعلامي منظمات المجتمع المدني في إدارة الأزمات، وتناولت الدورة مقدمة تعريفية لمفهوم إعلام الأزمات وعناصره ودوره ومهامه، وكذا أهمية الإعلام في الأزمات وكيفية التعامل معها واستعراض الأخطاء التي تقع أثناء الأزمات ومرحلة التعافي ومرحلة ما بعد، بالإضافة إلى حلول لتطوير مهارات الإعلام للتعامل مع الأزمات. وجرى في الختام تكريم المشاركين في الدورة بشهادات تقديرية نظير جهودهم والتزامهم. تنطلق يوم غد الجمعة 27 من شهر يناير الجاري منافسات دور الثمانية لبطولة كأس حضرموت في نسختها 7. وهنأ محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الفرق المتأهلة للدور الثمانية مؤكدا أن البطولة التي تحمل اسم حضرموت تحرص السلطة المحلية على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأبرزها استمرار النشاط الرياضي وإبراز المواهب والاهتمام بالشباب وتعزيز العلاقة بين الأندية الرياضية على امتداد المحافظة، مشددا على التحلي بالروح الرياضية التي تعمق أواصر الأخوة بين الشباب وأبناء حضرموت عموما. هذا وستلعب أولى مباريات بين نادي التضامن والمكلا في مباراة الذهاب غدا الجمعة على ملعب الفقيد برادم، فيما يتقابل اتفاق الحوطة وسلام الغرفة على ملعب استاد سيئون الأولمبي. رعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في الإعلام الإذاعي بين إذاعتي سيئون ومارب الرسميتين، وتهدف وثيقة الشراكة إلى التبادل البرامجي والأعمال الدرامية المحلية، وكذا الاستفادة المتبادلة من الخبرات الإذاعية بين كوادرها الإعلامية وتنفيذ بث مشترك بينهما في المناسبات، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بين إدارة الإذاعتين للتخطيط والتقييم البرامجي والتعاون في نقل الفعاليات المجتمعية والرياضية في المحافظتين. وخلال مراسم التوقيع أشارت السلطة المحلية بوادي حضرموت إلى الأهمية الكبيرة للإعلام الإذاعي في التأثير على الرأي العام من خلال تناول المواضيع التي تلامس احتياجات المجتمع. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة شبوة ورشة عمل للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
بمشاركة كوكبة من الكوادر الإدارية والقانونية والحقوقية. ونوه الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم النسي بأهمية الورشة ومادتها المعرفية، مؤكدا على دورها في تعزيز الثقافة القانونية وبناء قدرات ذوي الاختصاص، لافتا بحجم الانتهاكات الكبيرة والجسيمة التي طالت الحقوق الأساسية للمواطن جراء تمرد الميليشيات الحوثية، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي عليهم وإدانة مختلف جرائمهم وأفعالهم الإرهابية. دشن بمحافظة شبوة العمل في الدور الثاني من مبنى مركز الغسيل الكلوي بمدينة عتق بتكلفة 140,000 دولار. وثمنت السلطة المحلية بشبوة المبادرة التي أقدم عليها فعل خير في بناء الدور الثاني مبنى مركز الغسيل الكلوي، لافتا بحيوية خدمات المركز لمرضى الفشل الكلوي وارتفاع أعدادهم باستمرار، مشيرا إلى اهتمام قيادة المحافظة بالمراكز التخصصية والتوسع فيها وتطوير قدراتها وخدماتها العلاجية. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بدعم إماراتي، توقيع اتفاقية تعزيز المنظومة الأمنية في العاصمة عدن بأنظمة مراقبة حديثة. اختتام دورة تدريبية للإعلاميين بمنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت. الجمعة، انطلاق منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس حضرموت. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.